حلم طموح وشغف هي سلسلة مفاتيح لنماذج ناجحة بالجزائر تخطت كل العقبات لتحقيق الهدف المنشود. تواصل الأجيال بين القدامى والجدد يعني من الشباب، وهذا يعني حتى تكون رسالة الإعلام رسالة وطنية رسالة محلية وأيضا تنبع من صميم المجتمع الجزائري ومن القيم الوطنية. هي الحاجة اللي دعينا عليها أكثر ولا ندعو لها يعني الطلبة، خاصة طلبة الإعلام والاتصال، أنه يسعوا، خاصة أنه هذا الطلبة هما قاطرة المستقبل، هما اللي يقودوا الشباب الآخر، فيسعوا لتحقيق هذا الهدف اللي هو تأثير الإيجابي على الناس الآخرين وعلى خاصة فئة الشباب. قصص بمثابة القدوة للشباب لتقديم محتوى إعلامي هادف. كان موضوع يعني جد رائع، كان كل واحد حكى لنا تجربه تاعو كيفاش بدا درجه بدرجه، كيف لحقوا يعني والسعي تاعهم كيفاه، وقال لك لازم تبدا شويه بشويه، كل حاجه ما تجيش بالساهل ولازم المثابرة والسعي والعمل. مبادرة اليوم هي في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الطبيعي والخارجي، فاليوم حاولنا أن ننطلق من هذه المنصة لنسمع مختلف القصص الناجحة والملهمة لطلبتنا اليوم الذين هم بطبيعة الحال صحفي وإعلامي الغد. نشر ثقافة ريادة الأعمال لا سيما في أوساط الشباب ومتربسي التكوين المهني والطلبة الجامعيين وخاصة طلبة الإعلام والاتصال وتكوينهم في مبادئ وأسس إنشاء المشاريع وطرق تسييرها. مرافقة الشباب وتكوينهم هو السبيل لولوج عالم المقاولاتية ومن بينها الميدان الإعلامي.